ناشط من محافظة كربلاء يتحدث عن شركة إيرانية كائنة قرب القنصلية الإيرانية، وتفرض هذه الشركة رسوماً على التجار والمستثمرين العراقيين. القنصلية بحسب النشطاء تأخذ أموالاً عن كل جواز سفر، رغم أن الحكومتين قررتا رفع تأشيرة الدخول والرسوم. ويتساءل مواطنون أين دور الحكومة المحلية لكربلاء عن هذه التجاوزات التي تقوم بها القنصلية الإيرانية، ولماذا كل هذا السكوت؟ عشرات من الشركات الموجودة في مدينة كربلاء يعني عندهم شكاوي بخصوص موضوع جدا مهم. يعني القنصلية والقنصل بالتحديد يفرض رسوم على الشركات على كل جواز 5000 دينار عراقي، 5000 دينار عراقي. انه بعد انه رفعت الفيزا بين البلدين فصار في شكل اعتيادي. اليوم هاي 5000 دينار يفرضوها على اصحاب الشركات اللي موجودين في مدينه كربلاء ويجبرهم القنصل على دفع. ليش؟ شنو السبب؟ ما حد ما يدري. هاي التساؤلات نطرحها الحكومه المحليه عن طريق شركه ايرانيه داخل العراق. هسه احنا نشوف نتجول انه من يصير شركه لازم يصير بها موافقات رسميه ويصير بها اجازه. هاي الشركه اللي موجوده امام القنصليه اللي هي اسمها سامان، لا قطعه لا قطعة موظفين، بأكثر من 25 موظف بحسب ما ذكروا. الأمن الوطني الاستخبارات دققتوا معلوماتهم، الإقامة مالتهم دققتوا، موافقاتهم الأصولية. لو بس على المواطن العراقي تقول له روح جيب الأوراق مالتك وأوراق الشركة والأوراق الائتمان، ما أعرف، هو داخل بالعراق المفروض يخضع للقوانين العراقية.